صباح البانكيك. طبعا مش إلي، حطيت فيه بلو بيري، مش إلي لابني. انا بالنسبه إلي ببلش بالشاي اللي هو الزنجبيل. حطيت هون شرائح الزنجبيل هون جوا مع العرق سوس اللي هو عيدان العرق سوس، وحطيت فراون تي، هو عباره عن قراص وعن فراون مانتل وعن مليسة، وهاي الخلطة اللي هي بتكون كتير منيحة للنسوان يعني بشكل عام يعني. وعملت كمان شاي لابني اللي هو الفروشتتي، اللي هو فيه شاي الفواكه، وفيه شوندر وفيه جزر كمان من الخضار، وفيه الهاكي بوتا وفيه توت وفيه التفاح. هذا هلأ بعمل له فيه الشراب تبعه أو القنينة المي تبعه، بخلطه مع المي والعصير. هاي القنينة من فيزي، هي ماركة يعني خالية من البي بي اي، يعني ما فيها بلاستيك. حاولوا انه لما تشتروا مطرات لأولادكم او اناني مشان مثلا المدارس الروضة وهيك، تبتعدوا تماما عن البلاستيك. فيه هلأ ستانلس ستيل، ولكن فتحة التم تبعه مش يعني ما عجبتني. هاي كتير منيحة، بتتسكر بسهولة، يعني الطفل حاله بس عليه يلفها ويفتحها يعني هيك، فسهلة جدا للاستخدام. ابني بيستخدمها من عمره سنة يعني. فهلأ رح أعبي، أحط العصير اللي هو الشاي أول شيء، أنا أعطه يعني قولوا شيء 5 إلى 10 دقايق، وبعدين بضيف كمان مي يعني تكون شبه مليانة، فيها ربع بس دايل، هاي الربع بحط له فيها عصير. طبعا أنا بستخدم له عصير طبيعي 100% بدون سكر، لازم يكون مكتوب عليه خالي من السكر، لأنه السكر اللي بالفواكه يعني كفاية يعني وزيادة كمان. فهلأ أنا عبيت القنينة، دايل أحط فيها شوية عصير وهيك كافي. بس بحب كمان يوميا، هلأ رح أحط فوقيها نقطة واحدة فيتامين دي. هاي فيتامين دي وفيتامين كي 2 أو كي 2. فيتامين دي فيه النقطة هاي فيها 1000 وحدة، طبعا هي مش كتير. هلأ الأطفال الصغار البيبي أول ما ينولدوا بيعطوهم 500 وحدة، فالطفل عمره 4-5 سنين 1000 وحدة نسبة ممتازة، خاصة هلأ بفصل الشتاء ما في شمس ما في، وهلأ على الحضر تجول والواحد ما بيقدر يطلع، وأصلا وين في يطلع بهيك أجواء باردة وزنخة وتقيل الدم، وما في لحدائق ولا في أماكن للأطفال يلعبوا، يعني وضع خلينا ساكتين أحسن. فهلأ هاي أني أنت ابني جاهزة. بالنسبة إلي أنا الشاي تبعي هذا هو مبدئيا حاليا، يعني عم بفضل اني ما افطر بالمرة، بس باخد ممكن اخد بروتين او حبوب المكة. المكة فيها بروتين وبتعطي شبع، وبنفس الوقت يعني لها فوائد كتيرة، فانا يعني بضل هيك للظهر، بعدين ممكن اشوف شو في الوجبة اكل من وجبة الغداء. طبعا اول شيء بشرب انا مي مع اذا في فيتامين لازم اخده، ممكن مغنيسيوم، ممكن المكة زي ما قلت. المكة بحب لانها فيها معادن كتير وفيها بروتين طبيعي، لانه انا مش كتير بصراحة باكل يعني بروتينات. اوكي لازم اورجيكم شغلة. اول شيء انا ورجيتكم هذا الفيتامين البي كومبلكس، اللي هو عبارة عن فيتامينات البي كلها، البي 1 2 3 5 6 7 9 و12، وفيه انوزيتول شوي والشولين. هذا بس نسبة الحمض الفوليك فيه 200 ميكروغرام، فهي نسبة قليلة جدا يعني. لقيت نوع كان مش متوفر ولكن هلأ صار متوفر، نوع من حمض الفوليك، وأنا من وجهة نظري حسب ما دورت كتير هذا أفضل حمض فوليك بتلاقوه بالسوق، بتلاقوه بالأمازون تحديداً.
ليش؟ لأنه أول شيء حمض الفوليك فيه نسبة عالية اللي هي 800 ميكروغرام، فيه الفينجر تانج اكستراكت اللي هو يمكن شيء من الطحالب، اللي هي بيستخلصوا منها مادة اليود اللي هي بنسبة 150 ميكروغرام، اللي هي النسبة اللي ينصح فيها يوميا. يعني طبعا أكيد فيها تكون أكتر من هيك، بس هم بيقولوا أنه هاي النسبة اللي ينصح فيها يوميا. فيها فيتامين بي 12 25 ميكروغرام. هلأ ممكن يكون في زيادة بالبي 12، ولكن أنا شفت أنه يعني هو أفضل نوع حمض فوليك. زي ما انتو شايفين هاي حبوب تبعه، هيك تيجي شكلها، حتى ريحتها شوية على طحالب، ريحة البحر فيها هيك، مش ريحة بتضايق يعني، انا بالنسبة لي عادية. فهاي هي شكل الحبوب. الحبة الواحدة فيها حمض فوليك 800 ميكروغرام، فيها 150 ميكروغرام يود و 25 ميكروغرام بي 12. فهاد احسن شيء. ليش احسن شيء؟ راح اورجيكم التركيبه تبعه، المكونات تبعه. طبعا هي عباره عن اللي هي الكبسوله، من مصنوعه من مواد نباتيه. وبعدين بيجي عنا الكوفاتا فوليك اللي انا قلت لكم عنه، اللي هو افضل شيء واول شيء بالسوق، اللي هو 6S5 ميثايل هيدروفولات جلوكوزامين. مهم هاي الجلوكوزامين، هي صيغة الكواتا فوليك. وعنا الميثايل كوبالامين اللي هو البي 12، بشكله برضو الاكتيف، يعني في له عدة صيغ. الحمض اللي هو فيتامين بي 12 احيانا ممكن يكون مش فعال بالجسم، لهالسبب لازم ننتبه كتير انه يكون بهاي الصيغة. طبعا بما انه فيه طحالب لازم يكون في معه شهادات انه انه هو خاضع لاختبارات، خالي من اي معادن ثقيلة واي مواد سامة. وهذا الشيء طبعا موجود بهذا المنتج، بتلاقوه لما تدخلوا على الرابط تبعه او تشوفوا الصور، بتلاقوا انه هو خاضع لهاي يعني لهاي الاختبارات، وما فيه اي معادن ثقيله، ما فيه اي مواد ضاره. لهالسبب انا شفته يعني كثير منيح، خاصه انه الحبه الواحده فيها 800 ميكروغرام. بالنسبه لهون البي 12 فيه هون اكثر، فيه 100 ميكروغرام، ولكن مش مهم. يعني انا باخذ حبه بس واحده من هاي علشان فيتامينات البي الثانيه اكملها، اللي هي بي 6 والثلاثة وهي الاشياء الثانية، لانه مش موجودة هون. فحبيت اورجيكم هذا النوع الجديد اللي وصلني، اللي هو يعني افضل نوع فوليك انا شفته من حيث الصيغة. والحلو فيه زي ما قلت انه فيه يود. هلا الناس اللي عندهم مشكلة بالغدة الدرقية، اللي ناس اللي بتبعد عن مادة اليود، هون شغلة تانية. بس أنا بشوف اليود شيء مهم جدا ل يعني بشكل عام لكتير أشياء بالجسم، وحتى بيحمي من السرطانات. وصلني من ماما الله يخليها يا رب وطول عمرها. حبيت أورجيكم إياها بس لأنه ماما دائما بتطلبه من الأردن يعني، وشكر خاص جدا لأصدقائنا يعني وأهلنا بالأردن، اللي هم دائما بيودولنا هاي الملوخية. طبعا تيجي من مكان خصمص من الغور، شغل ايد طبيعي فريش، ما إله زمان يعني، بيعملوه على طول، بيساووه بيودولنا اياه من الاردن من الغور. يعني شكرا كتير ماما الله يخلي لياكي وطول لي بعمرك يا رب، وما يحرمني منك. هاي الملوخية بتعرف انه ابني يعني الطبخة الوحيدة يمكن اللي بيحبها وبيأكلها منيح هي الملوخية. طبعا أنا طلعت من مناخيري يعني من وراه، بس المهم إنه بيأكل شيء صحي. فيعني هاي الملوخية مش موجودة بألمانيا وما في زيها. هاي الملوخية اللي بيجيبولنا إياها ما بعرف شلون بيعملوها وكيف، يعني عن جد لازم يكون عندهم شوية ضمير زيادة إنه يشتغلوا منيح بموضوع الملوخية، لأنه الملوخية اللي بتوصل لألمانيا جدا سيئة. أنا كتير مبسوطة إنه هيك شيء موجود وهيك شيء عم يعني متوفر بتودالنا. شكرا ماما إنه أنت دائما بتوصي توصاية من الأردن.
بتودي لنا طبعا، بتودي كمان لبيت اخي، يعني مش مقصرة الحمد لله مع حدا، الله يخلي لي اياها. اوكي ما راح اطول الفيديو كتير، حبيت اورجيكم بس روتين صباحي، كم شغلة مهمة انا جبتها. في انواع شاي كمان حبيت اورجيكم اياها، انه من هاي ماركة البوكا اللي حكيت لكم عنها قبل هيك. يا حبيبي هاي الماركة وجيتكم منها، اللي هو الريحان الهندي. بيعملوا انواع اعشاب رهيبة عن جد، اكتبوا اسمهم بالانترنت وشوفوا خلطات الاعشاب اللي موجودة عندهم، كتير كتير حلوة. هون موجود فيه كمان عرق سوس، فيه زنجبيل، فيه الهولندا بلوت، مش عارف شو اسمه بالعربي، فيه انواع تانية، فيه ليمون، اوراق الليمون، فيه الكركم وقشر الليمون او زيت قشر الليمون، وفيه قطع من الليمون كمان، وفيه عسل المانوكا 2% عسل المانوكا، وفيه اشياء تانية بصراحة ما بعرف شو هي بالعربي، ولكن اعشاب كلها مفيدة جدا جدا. وطبعا بيو، هاي الماركة بيو رهيبة، صحيح هي غالية شوي ولكن سعرها معها، يعني هذا 6 ليمون وزنجبيل مع عسل المانوكا رائع جدا، رهيب جدا، له فوائد كتير كتير بالجسم. في هذا ما بعرف وصلني أنا، إجاني يعني، اللي هو في على بنكهة الكيكس والتفاح والبرتقال والقرفة، يعني هذا مناسب لفترة هون بألمانيا أعياد الميلاد زي ما بيقولوا. وفي نوع تاني اللي هو بيو هانف ليمون، بصراحة مش يعني، هاي برضو أعشاب كلها أنا بشوف إنه أفضل بكتير من الشاي. أنا أحيانا لما مثلا يكون ما بستخدم الفراون تي، أو اللي هو فراون مانتل والكراس وهالأشياء، بحط شاي أخضر أو بحط الرويبوس أو بحط مثلا أي نوع أعشاب تانية، المهم مش شاي أسود. هلا الشاي الأسود إله فوائد، ولكن مش يعني ما بيصير هو يستخدم دائما، وزي ما نحن بنشربه معه نص الكاسة بتكون عبارة عن سكر، فهذا الشيء كتير مضر. بتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما طولت عليكم، بستنى تعليقاتكم. شكرا للمتابعة. وقبل ما انهي تذكرت شغلة، هتقولوا لي شو هذا، هقولكم هاي بيعرفوا اللي بتدربوا رياضة اثقال وهاي الاشياء، بروتين. افضل نوع بروتين هدول بادي اتاك، عندهم محل، يعني عندهم محل خاص مكملات غذائية تبع الرياضيين، البروتينات وهاي الأشياء. هذا مش ملش، بروتين شيك، يعني بتعملوا فيه بروتين، ممكن تحطوه مع اللبن مع الحليب، ممكن مع المي لحال، حتى بعض الرياضيين بيستخدموه لحتى يروح على طول يستفيدوا منه. فيه الحلو فيه إنه فيه نكهة الاستروبري اللي هي نكهة الفراولة، فيه الكرياتين، هاي كتير مهمة بيعرفوها الرياضيين، فيه الجلوتامين برضو بيعرفوها كتير من الرياضيين، والأرجينين، وفي هون شغلة تانية برضو، هاي كلها هي المواد بتساعد برضو على حرق الدهون، بتساعد على نمو العضلات، وفيها إلها فوائد كتيرة. يعني في ناس بياخدوا هاي المواد لحال لأنها إلها تأثير كتير كبير على الجسم وعلى بعض الأعضاء زي الكبد مثلا. يا بس سنوس لا بعد ما ليش تايك سيك ليش هذا مخ عن فوت وداش كل كافيه ناين كان كافيه طبعا فيه فيتامين ناين، او احنا فيه كمان فيتامينات زي ما احنا شايفين، اللي هي فيتامينات، فيتامين ما بعرف شو النسبة، اوكي هون النسب موجودة، في فيتامين سي، فيتامين سي طبعا هون على 100 جرام، 100 جرام من هذا البروتين، في فيتامين سي 136 ملي جرام، فيتامين اي بي 6 طبعا، هاي يعني في نسب منيحة، يعني نسب عالية تعتبر إذا أخذنا 100 جرام يوميا، بس ما أعتقد يعني 100 جرام نسبة عالية. فأنا بحب مثلا أستخدمه ممكن مع الموسلي، يعني ممكن تحطوا معلقة معلقتين مع الموسلي، بتاخدوا بروتين.
هون نسبة السكر، بس بدي أشوف نسبة السكر. 2.6 جرام بالمية جرام، هي نسبة قليلة. طبعا في منتجات كثيرة بتلاقوها للأسف نسبة السكر عالية، بدكم تنتبهوا للمستحضرات أو المواد اللي فيها بروتينات، إنه يكون ما يكون مش ضايفين نسبة سكر عالية. يعني زي ما أنتم شايفين هون نسبة السكر هون 2.6 جرام بالمية جرام، وهي نسبة كتير قليلة يعني. يعني كمكونات يعتبر هاي الماركة أشهر ماركة من ناحية البروتين والمواد اللي تستخدم فيه. راح أحاول أشوف وين في المكونات تبعه، لأنه حسب المكونات أحياناً بيحطوا فيتامينات صناعية وأنا ما بحب هذا الإشي بصراحة. هون المكونات بس بالألماني، شوف لحظة. أوكي هون عنا مادة برضو التورين، هاي موجودة، بعرف إنها هي بتنحط بالإنرجي درينك، والإنرجي درينك يعني هاي مادة الحوامل وهاي الناس اللي بيرضعوا الحامل الأطفال ما بيصير ياخدوا منه، لأنه مادة التورين هاي مثل يعني مثل الكوفائين، فهي شغلة مش منيحة. طبعا هو هذا مش فيجان، يعني الناس اللي ما فيه مواد حيوانية مثل البيض اللي هو بياخذوا منه البروتين البيض. اوكي هون في حاطين مواد السكر. المواد هاي مواد انا ما بحبها بصراحة برضو، بس هون الازوربنزويرا اللي هو الفيتامين سي الصناعي، تغول مونوغلوتامين زويرا هذا اوكي هدول كلهم فيتامينات صناعية مش بالبيو اكتيف تبع، يعني مش بصيغة الاكتيف، يعني اللي زي اللي انا حكيت عنها المثال اللي فيها الصيغة الاكتيف، هدول كله فيتامينات صناعية. اوكي انا بالنسبة الي زي ما قلت يعني هذا احنا بناخده لانه هون في بالبيت يعني حدا بتدرب اثقال وهيك، انا بالنسبة الي ما باخده بشكل مستمر، ولكن اذا بدي اخده باخد معلقة مع اللبن او هيك شيء، في حال كنت حابة انه يعني اعمل فطور صحي بعيد عن السكريات بعيد عن النشويات، فهو يعني معلقة محضر او معلقتين محضر. بس انا بحب البروتين اكتر من المكة بصراحة، وانا ما بعرف ليش الرياضيين بصراحة ما يعني بياخدوا البروتين تبعهم من المكة. يعني هو هذا عبارة عن خلطة صناعية من الفيتامينات الصناعية، فيه بروتين اوكي بروتينه كويس اللي هو بروتين حيواني، نسبة السكر فيه قليلة، ما بيحطوا له السكر العادي، بيحطوا له سكر اللي هو ما بيعلي نسبة الانسولين كتير بالدم. هاي شغلة منيحة، ولكن انا بفضل انه لو يجربوا الرياضيين يستبدلوا البروتين هذا العادي الصناعي سواء هذا وهذا كتير غالي او الرخيص بالمكة، بروتين المكة ممكن يستخدموه كبودرة او يستخدموه كحبوب بنسب عالية، بيعطيهم طاقة بيعطيهم بروتين، بيحسن كتير من اشياء بجسمهم، بيزبط الهرمونات، بيعطيهم قوة ونشاط، يعني شيء طبيعي رهيب جدا. يعني أنا ما بعرف ليش دائما نحن بنشوف البدائل الصناعية. كانت نبذة بسيطة، بتمنى يكون الفيديو عجبكم، إلى اللقاء بفيديو جديد.